فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لمن يدعون إلى تقارب الأديان؟ وهل تسمى الديانة اليهودية أو النصرانية أديانا سماوية؟ في الأصل هي أديان سماوية، أما التحريف والتبديل فهذا ليس من الدين، إنما أصلها سماوي، لكنها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هي منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللي ما غير ولا بدل. أما الذي بدل وغير فهذا ليس هو كلام الله، ليس هو دين الله. نعم.